هنعمل شوية ملوخية ملهمش حل في الدنيا، مع شوية بتنجان مخلل جنبيهم، بيقولوا عليه بتنجان مدحرج. طيب الملوخية بقى اللي اعملها ناشفة، هي موسمة دلوقتي بس لو انا ما عنديش يبقى ملوخية، ادي الملوخية الناشفة عشان اعملها بقى وتبقى زي الفريش بالظبط. بجيب شوية مية زي كده اهي، واسيبها لمدة 10 دقايق او ربع ساعة في المية دي، لها مية كتيرة ولا قليلة، خليها كلها مش هتفرق عندنا، او شوية شوربة مش لازم تكون مية بس تكون باردة، بتخلي لك بقى الملوخية زي الفريش كده. بص بقى يا عم ابراهيم، فرقت ايه بقى عن الفريش؟ ابدا ابدا، اسيبها كده في الدفى شوية اهي، وارجع اشوف بقى الشوربة بتاعتي ادعمها ازاي، ادعمها ازاي. عايز شوية فلفل بقى من جوه كده حراق، وشوية توم عشان نعمل لكم الدقة يا ست هانم. عندي فلفل حراق اهو برضو، ده حسب الرغبة، حسب الرغبة افرمه. حبة توم فريش اهم. يبقى هنا حطينا ايه يا باشا؟ مرقة، حبة طماطم، قرن فلفل حراق، ملح وفلفل، وبحمر البتنجان كده عشان نعمل شوية بتنجان مدحرج زي ما بقولوا، ونشوف هنعمل ايه. ادي حبة، انا مش عايز اديها ايه، ادي حبة فلفل اسود اهم، وابص على العيش بتاعي اللي هو بتاع ملوخية. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ده العيش المحمر بتاع الملوخية، لسه هنعمله شو ايه دريسنج زي ما بيقولوا في لبنان، بحطه دايما الملوخية جنبها دريسنج، عيش متكسر وخل وبصل هنعمله دلوقتي كده. نشوف بقى ايه هنا، بصوا بقت ملتت زي الفل اهي كده. اجيب الخلاط بتاعي او المضرب بتاعي اهو. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ادي حتة سمنة بلدي، وادي التوم. اطلع بقى بدي من على النار، خلاص كده حلو قوي عليها. المخرج بيقول لي انا مش مبسوط منك النهارده، دي الطشة بتاعتي. دي الطشة بتاعتي. اهي. حبة سمنة. وشوية ثوم. وشوية كزبرة ناشفة. بعمل ايه بقى يا عم الحاج؟ بروح قايل بسم الله الرحمن الرحيم. كده نعمل بقى ايه؟ الخلطة بتاعت البتنجان المخلل. فلفل حار. دايما بعمل حركة كده ما بتعجبش الناس، لكن لو عملوها قدام مني او مره تانية مرتين ثلاثه هيعجبوها. ادي الليمون بقشره كده، ليمون بقشره كده،
والله طعمه بيبقى في منتهى الجمال مع المخلل وصحي اهو. الليمون ابو قشره ده كده، وادي توم اهو، شوية كمون صغيرين، ادي شوية خل، وادي شوية كمون ليمون تاني، نصلي على سيدنا محمد. وربما الناس تشتكي وتقول ده حار قوي، باخد قرنين فلفل رومي بيبردوا لي الليله معاه شويه، عشان ابراهيم ما بيحبش الشطه ياما. هنعمل البصلايه اللي هم بيعملوها في لبنان مع الملوخية. بيجيبوا عيش متقطع صغير بس انا عامله كبير، بيجيبوا البصل برنواز كده. نعم يا فندم. ونجيب بقى صحن عيش كده اهو. صلى على النبي. الله اكبر الله اكبر اهو. اهو كل اللي انت بتعمليه حاجه بسيطه، تروح عامله كده اهو.